مرحبا بكم في كيدز دريم. احنا اليوم في وردانين ولايه مستير ماشي نشوفوا يوسف بكوش 9 سنين الحلم نتاعو باش يولي بيلوت دافيون. هيا معايا باش نمشيو نشوفوا يوسف من قريب عائلته والغرام نتاعو. هو صحيح ما نجموش نردوه بيلوت، مي باش نعديو نهار معاه ونقربوه للحلم نتاعو. هيا معايا. معاكم قائد الطائرة يوسف بكوش. كوني فرحان برشا خاطر نمشي نولي بيلوت، ونحب مهنة البيلوت خاطر يقعد ديما يطلع وديما من بلاد من بلاد والسحاب ويطلع للسحاب ويقعد والناس الكل تحترمه. بلبو كان يسافر ديما يحب يمشي للمطار، ديما ماذا بيه ديما في وسط البيست. أصل راجلي ولا كل يوم يحاول غادي يكاوى عنده شكون في المطار، معناته يقول بربي خلي الولاد دي راه حتى الطيارة جي السياه يهبطوا للبيست ويقعد يتفرج. يا ماما زعما طيار جي هذاك كيفاش؟ لين وصل مرة أنا حبيت نهزه معايا ولا نهز فيه للمطار باش يشوف الطيارات وباش كذا ويركب يحب يشوف قدامه منا البيلوت كيفاش. نحن في كيدز دريم باش نعديو معاه النهار نحاولوا نقربوا للحلم نتاعو، بما انه المستقبل مازال قدامه وطموحه مازال بعيد. كما تعرفوا خدمة البيلوت مش سهلة، هذاك علاش يوسف لازم قراية تركيز ومعرفة كبيرة pour devenir un pilote expérimenté. هذه الطيارة نحب نهبطها. اوكي نحب نمشي على اليسار ونمشي على اليمين و هذاك يعطيه القوة في الموتورات. بعد تحضيرات كبيرة، قراية تدريب وبالوقفة مع الكوموندون دو بور بن حميدة في السنتر دو سيمولاسيون تاع جامارت، يوسف لابس حاضر بور فيفر سون غيف دونفونس. Alors, Captain, je crois que في Captain Youssef اليوم. Il a réussi son vol, un bel atterrissage. Il a été applaudi. Félicitations. Donc, et là, je te remets. Il mérite un diplôme. Merci. Rendez-vous chez l'autre fille. L'équipe de Daily Showtime vous souhaite bonne chance. Accra la rouhak, bach toi li pilote, qad de denier.